إثارة حوار مجتمعي ناجح بشأن النظام الجديد للتعليم سيقضي على أي إشاعات مغرضة للنيل من هذا التطوير، والتي تسعى إليه الدولة لبناء عقول مصرية متميزة. فوزارة التربية والتعليم تراهن على كسب رضا أولياء الأمور في النظام التعليمي الجديد، مشيرة إلى أنهم سيقدمون لأبنائهم في المدارس الحكومية مع تنفيذ هذا النظام الذي ينص على إلغاء مسمى المدارس التجريبي بدءا من عام 2019. وسيشهد العام الدراسي المقبل تطبيق النظام التعليمي الجديد بالمرحلة الأولى والخاصة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والأول الثانوي. الوزارة أكدت على أن القائمين على وضع النظام الجديد خبراء أكفاء ويعملون بحيادية ووطنية، مؤكدة أن الانتقادات غير المبنية على رؤية ناقدة لن تثني الوزارة عن استمرارها في إصلاح النظام التعليمي وبناء جيل مسلح بالعلم والمهارات الحياتية وقادر على مواجهة متطلبات سوق العمل. فمركز إعداد المناهج هو من قام بإعداد المناهج الدراسية للنظام الجديد بمساعدة خبراء من الخارج لإعداد مناهج تعليمية ذات مواصفات عالمية، حيث تعمل هذه المواد على تسخير العلم ووضع مناهج متعددة التخصصات تشمل المهارات الحياتية. الوزارة أوضحت أن النظام الجديد لن يطبق على الطلاب بالصف الثاني الابتدائي حتى الشهادة الإعدادية، وسيستمرون بالدراسة وفق النظام القائم حاليا، في حين سيتم عقد امتحانات معيارية في الصف الرابع والإعدادية على طلاب النظام الجديد. النظام الجديد للتعليم بشكل إذا ما أردنا تبسيطه بشكل بسيط، هو سيطبق على مرحلة رياض الأطفال والابتدائية والمرحلة الثانوية. التفاصيل سنتطرق ليها في هذا الحوار، وسنعرض الطريقة المثلى لعرض أي شيء يعني عليه خلاف أو جدل، وهو الرأي المؤيد والرأي المعارض، وكل رأي بالتأكيد سيقدم حجته في عرض رأيه في هذا الملف الهام والحياتي اللي بيمس الجميع في مصر، ملف التعليم. معي سيادة النائب الدكتور عبد الرحمن محمد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بمعاليك. معنا أيضا أستاذ يسري عبد الرحمن، خبير التنمية البشرية بوزارة التربية والتعليم. أهلا بحضرتك يا أستاذ يسري. خليني أبدأ معك، ويعني لو بدأنا بشكل مبسط شرح فكرة التطوير اللي هيطبق سواء في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال أو في الثانوية العامة. وطبعا حضرتك هيبقى في تغيير في المناهج. نعم. مرحليا، مرحلة رياض الأطفال ثم المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية. هو تعديل لنوعية التعليم. عندنا خطين من التعليم، تعليم رسمي عربي وتعليم رسمي لغات. في طبعا فلسفات ضد تعليم اللغات وفي فلسفات ضد تعليم اللغة العربية فقط. بنلاقي الطلبة في التعليم التجريبي اللي هو رسم اللغات عندهم ضعف في اللغة العربية، بسبب ان هم طبعا بيدرسوا 3 أو 4 مواد باللغة الأجنبية. كان في ملاحظات على كده. الفكرة ان احنا نبدأ نديلهم في المرحلة الابتدائية لغة عربية فقط مع مادة اللغة الإنجليزية، وبعدين في المواد العلمية اللي هي الحسابات والعلوم. لا، بالنسبة لمواد الرياضة والرياضيات والعلوم نبتدي ندي لهم الرياضيات والعلوم في باللغة الأجنبية بدءا من المرحلة الإعدادية. بس في الابتدائي هيبقى إجباري وفقا للنظام ده باللغة العربية في المدارس التجريبية. تمام. ده اللي فهم منه انه المدارس التجريبية فكرتها انتهت او هيتم إلغائها، لانه كان في ردود انه ده يعني الامر فهم خطأ في النقطة دي. تمام. هو طبعا الفكرة انها مش اتلغت، هي تم تعديل المسار بتاعها. بدل ما تبدأ دراسة المواد العلمية باللغة الأجنبية بدأ من المرحلة الابتدائية، لا، تبدأ تدرس الكلام ده من المرحلة الإعدادية. طيب حضرتك بدأت بالملف الأكثر جدلا، مرحلة رياض الأطفال والابتدائي. دي الفكرة بشكل مبسط عرضها يعني معنا أستاذ يسري. رأيك يا دكتور عبد الرحمن، أنا عارفة أنه حضرتك ليك تحفظات كتيرة على هذه النقطة. إحنا يهمنا التطوير طبعا، ما حدش فينا مختلف من أن التعليم دون المستوى، ولكن التعليم له خبراء
وله ناس يشاركوا في هذا الرأي. كل القرارات اللي بتتم بشكل منفرد ببساطة شديدة، ايه اللي حصل عشان نوصل منه التطوير جميل؟ احنا قعدنا حوالي 14 شهر مع معالي الوزير ما عرفناش ايه اللي هو عاوز يعمله، لحين ما جه البنك الدولي بيقترح النظام المطلوب تطويره. تقرير من البنك الدولي، لا، المشروع تطوير التعليم ازاي يتم التطوير، احد بنوده مرحله رياض الاطفال، والبند الاخر هو الثانويه العامه. لا في خبراء مناهج اجتمعوا عشان التطوير يتم ازاي. هل كان في يعني توصيات معينه ولا هي توصيه فقط بتطوير المنظومه التعليميه؟ لا، تطوير ولاية بنود لهذا المشروع، ده قرض مصري من البنك الدولي ب 500 مليون دولار. مفهوم. اللي حصل ان انا عندي مدرستين في مصر، دول مدارس حكوميه دوليه. مدرسه في الشيخ زايد اسمها المدرسه المصريه الدوليه، ومدرسه في المعادي مدرسه دوليه. اعجب القيادات اعجبت بهذا النموذج، وتم اخذ هذا النموذج عشان يبدا تطبيقه على جميع التعليم في مصر. مع الفارق بقى، هذا النموذج عدد طلاب الفصل 25 تلميذ. المدرس اللي جواه خد دورات تدريبيه بره مصر وفي الاردن لا تتخيليها. راتب المعلم من 5000 وطالع. الفصل الواحد بيبقى فيه 2 معلمين. الفكره ان المنهج ان المدرس مش هيدي ماده واحده، ده بنسميه عندنا كاستاذ منهج اسمه المنهج المحوري. تمام. بنختار موضوع بيتناوله بتاع اللغه العربيه والرياضيات والعلوم حوالين هذا الموضوع. طيب انا هرجع لحضرتك عشان نفهم، يعني انا عايزه يعني اوصل الفكره اللي حضرتك عايز تقولها، وهي انه التطوير ممكن يتم اللجوء لخبراء والنماذج ناجحه عشان نطبقه يعني بشكل عام في عموميته. هرجع لحضرتك سياده النائب، لكن خليني يعني اتوجه بالسؤال لاستاذ يسري فيما يتعلق بمرحله الثانويه العامه. في اراء شافت انه طبعا المرحله الاخيره في الثانويه العامه ثالثه ثانوي هي اللي بيكون فيها الضغط الاكبر والعبء الاكبر على الطلاب. فهم كمان من تطوير منظومه التعليم انه كده الضغط هيكون على مدار الثلاث سنوات بتوع الثانويه العامه، يعني المرحله الثانويه يعني كامله. تمام. توضح ازاي النقطه دي؟ طبعا دي هتبقى في صالح طبعا الناحيه العلميه للطالب. الطالب المفروض هيبقى ملتزم بالحضور في الثلاث سنوات، ملتزم بانه يعني يشتغل على نفسه في الدراسه ويذاكر، مش في سنه ثالثه ثانوي بس، لا، في المرحله الاولى والثانيه والثالثه. بالتالي القصه مش في فكره ان هو يستمر في المذاكره، لا، المجتمع خايف من فكره الدروس الخصوصيه، ان كان الطالب بيهتم. بس حضرتك عايزك تشرح لي بس ايه التغيير اللي حصل في المرحله الثانويه؟ تمام. المجموع بتاع الطالب هيبقى تراكمي. تراكمي على مدار الثلاث سنين. بيشمل الثلاث سنوات. فمعنى ان هو بقى تراكمي، فبقت كل الخوف تنسيق الكليات يشمل المجموع بتاعه الثلاث سنوات. تمام. احنا كان عندنا ضغط مجتمعي كله او ضغط عصبي خاص بالمرحله الثانويه في ثالثه ثانوي بس. تمام. فالاسره خايفه. الضغط دلوقتي هيبقى اولى وثانيه وثالثه. فالفكره مش في كده، توجه الوزاره مش المقصود كده. المقصود ان الطالب يهتم بالعلم وبالمذاكره لمده ثلاث سنوات. فبالتالي الاهتمام العلمي، الاهتمام البحثي هيبقى في الصوره دي، مع تغيير شكل تقديم المنهج، ما يبقاش بالوسائل النمطيه، هيبقى في تابلت بتسلم لكل طالب، هيبقى في شغل اونلاين ما بين المدرس والطالب. الكلام ده كله مواكبه لكل ما بيحصل في كل دول العالم. ولكن المشكلة كلها من المجتمع خوفا ان المجموع التراكمي ده يأثر على مستقبله فيما بعد. يأثر على مستقبله، بمعنى انه الضغط الثلاث سنين ممكن يأثر على المجموع التراكمي؟ المجموع الكلي التراكمي. هو ده الخوف المجتمعي من كده. ولكن مع فكرة تانية، ان ممكن ما تبقاش ثالثة ثانوي للدخول المباشر للجامعات، لا، يبقى كل كلية بتعمل اختبار خاص بقدرات كل طالب على اساس يبقى اسمه نقول عليه اختبار قبول للدخول في هذه الكليه. وبالتالي يبقى فكنا الاشتباك ما بين الخوف المجتمعي وما بين دخول الكليات بشكل مظبوط، يعني بشكل علمي.
بس يعني ده مش هيمنع انه خوف الاسره في المرحله دي هو اللي بيخليها تلجا للدروس الخصوصيه. طبعا الضغط المالي. الخوف الاكبر دلوقتي ان الدروس الخصوصيه يعني هتبدا يعني مش بس بقى في ثالثه ثانوي، من اولى ثانوي، فالعيب المادي غير يزيد. النفسي يزيد طبعا على الاسره، طبعا على الاسره وعلى الطالب. تمام. لو فضلت المناهج بالطريقه النمطيه بتاعتها، ولكن دلوقتي احنا حضرتك لسه قايله ان في توجه ان هم هيجمعوا جميع الموجهين عموم ومستشارين المواد على مستوى الجمهوريه على اساس نشوف تطوير المناهج اللي هيتم التقديم عليه. المناهج هتتقدم للطالب ازاي خلال المرحله الثانويه بالكامل، اولى وثانيه وثالثه. فلو فضلنا على النمط الطبيعي اللي احنا ماشيين بيه يبقى ده تشجيع للدروس الخصوصيه اكتر. ولكن مع تطوير المناهج ونشتغل اونلاين ويبقى في تقييم مباشر ما بين المدرس والطالب عن طريق التابلت، مش ما اظنش ان هيبقى في حاجه للدروس الخصوصيه. طيب ليه التطوير المنظومه دي يا فندم يعني ما تمش التركيز فيه بشكل كبير على تطوير المناهج اولا قبل تطوير النظام التعليمي يعني بمراحله سواء رياض الاطفال او الثانويه العامه؟ ليه ما تمش يعني كما هو متوقع حدوث طفره في المنهج نفسه؟ تمام. دي الملاحظه اللي انا بايد حضرتك فيها. انا مع اني مؤيد ولكن ليا ملاحظات. المفروض ان يبقى في مشاركه مجتمعيه علميه ما بيني وما بين الوزاره وما بين المدرسين. اللي بيحصل طبعا ان التطوير بيتم مناقشته على مستوى مركزي داخل الوزاره ثم يعرض على المنظومه. هي دي الاعتراض بتاعنا، ان احنا كان المفروض يتم زي ما حضرتك قلت كده مناقشات علميه ما بين المؤدين للمنظومه اللي هم المعلمين والموجهين ثم مستشارين المواد، وبعد كده ناخد القرار بالتغيير. كان المفروض يبقى التغيير برضو كمان مرحلي، لما احنا نبدا نغير الفكر بتاع استيعاب الطالب بدءا من المرحله الابتدائيه، لما نوصل للمرحله الثانويه هو هيبقى متدرب على الكلام ده، هيبقى فاهم القصه. بالاضافه ان المفروض ان بصفتي يعني متخصص في التنميه البشريه المفروض ان احنا بندرب المنظومه على الكلام ده. ما ينفعش ان انا اقول القرار بتاعي وبعدين نبتدي نشوف هنعمله ازاي. لا، انا بدرب الناس على الشغل الجديد وبعد كده بنزله يبتدي عندي الكوادر الخاصه بيه، عندي المعلمين اللي مستوعبينه. ما ينفعش انا عندي هشتغل على تابلت ومعلم ما بيقدرش يشتغل عليه. ازاي ما ادتلوش التدريب؟ ما ادتلوش التدريب ده. طيب دي نقاط كثيرة، أنا عارفة أن حضرتك عندك تعقيب يعني على نقاط كثيرة سيادة النائب دكتور عبد الرحمن محمد، لكن اسمح لي هنتوقف لدقائق مع موجز 11 مساء لأهم الأنباء ثم يكون ليك المساحة كاملة للرد والتعقيب. بنتوقف لدقائق مشاهدينا مع موجز 11 مساء مع زميلي أشرف عبد العاطي، ونعود بعده لمناقشة ملف منظومة التعليم في مصر والتغيرات التي ستطرأ عليه كما أعلنها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وأهم الآراء المؤيدة والمعارضة لهذا التطبيق. أهلا بحضراتكم مشاهدينا من جديد، نعود لنقاشنا حول تطوير منظومة التعليم في مصر كما عرضها وزير التربية والتعليم، ولاقت حالة كبيرة من الجدل والمخاوف من قبل أولياء الأمور. بنحاول في هذا الحوار أن احنا نعرض لهذه المخاوف ونحاول أن احنا نقدم الرد عليها. ما زال معنا ضيفينا الكريمين دكتور عبد الرحمن محمد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهلا بحضرتك مرة أخرى. معنا أيضا الأستاذ يسري عبد الرحمن خبير التنمية البشرية بوزارة التربية والتعليم، أهلا بحضرتك. أهلا بسيطة مرة ثانية. سيادة النائب، يعني خلينا نبدأ مع التعريب، تعريب المواد العلمية في مدارس اللي بيطلق عليها المدارس التجريبية، هل ده بيقلل من قيمتها او من الهدف اللي بيخلي ولي الامر يعني يدخل اولاده فيها، وهي ان هي اسعارها في المتناول قدر الامكان وفي نفس الوقت بتقدم اللغات للطالب؟ دي مدارس خاصه للفقراء والطبقه المتوسطه. نعم. اللي نفسهم يعلموا اولادهم. مصاريفها بتنحصر عندنا مثلا في بني سويف من 400 ل 840 جنيه. بيضحوا باولادهم بسنه واتنين ما يدخلهمش المدرسه في سبيل ان ابنه بيدخل كبير في سبيل انه يلتحق بهذه المدارس عشان يحسن من تعليم ابنه. هذه المدارس ما اختلفش حد على نسبه نجاح كويسه حققتها ومستوى الخريج لما دخل الجامعات وفي كليات الطب و الى اخره. كان عندنا مشكله لينا 3 سنين،
هم الطلاب دول اللي بيدرسوا بالانجليزي يمتحنوا انجليزي ولا يمتحنوا عربي؟ الخلاف ده بدأ ليه 3 سنين. الاول سبناهم عربي وانجليزي يمتحنوه، بعد كده انجليزي، بعدين بدأنا نشترط عليه من اللي يدرس انجليزي يمتحن انجليزي. تمام. وما يسري على التجربات، تم تغيير اسمها الى المدارس اللغات، ينطبق على مدارس الخاصة اللغات. وخلاص احنا دلوقتي في مرحلة جدلية، الامتحان بالانجليزي ولا بالعربي؟ فجأة الغي. طب ما ده والتعليم الخاص واحد، لازم تلغي للاتنين. اشمعنى لغيت التجربية بتاعتي وسبت المدارس الخاصة برا؟ طب خليني اقول الحجة، او كما عرضها وزير التربية والتعليم، الحفاظ على الهوية القومية وقيمة اللغة العربية بعد ان لوحظ تدهورها. ده الرد يعني. طب هو ابننا اللي في المدارس الخاصة مش ابن مصري برضو ولا هو ابن غير مصري؟ الاي جي والامريكان دبلوما دي نركنها، مش هندخلها في حوارنا. انا بتكلم على المدارس الخاصة اللغات والمدارس التجريبية اللغات او مدارس اللغات، الاتنين واحد. ليه بتلغي ده وسايب ده؟ مش انت عاوز احافظ على الهوية؟ الغي للاتنين. تمام. انما طبعا ما يقدرش يغير المدارس الخاصة. حضرتك شايف انه قرار التعريف ده بيفقد المدارس التجريبية الميزة اللي كانت بتقدمها للطالب اللي اسرته يعني متوسطة، وبالتالي مش هتقدر على مصروفات المدارس الخاصة اللغات. مظبوط. تمام. برد حضرتك يا استاذ يسري. والله انا بضم يعني صوتي لصوت دكتور عبد الرحمن في النقطة دي، ان ما دام التغيير كان فكرته في المناهج وفكرته في اعداد جيل وفكرته في اعداد مجتمع، يبقى التغيير يشمل النوعيتين. احنا كان عندنا المدارس اسمها التجريبيه زي ما قال دكتور اتحولت للرسميه لغات، والمدارس الاخرى اسمها الخاصه لغات. تمام. كانوا بيشتركوا مع بعض في نفس المناهج. ما دام بغير الفكره، انا مع فلسفه طبعا ان انا اهتم باللغه العربيه لغه دولتنا في المرحله الابتدائيه، ثم ادرس العلوم والرياضيات باللغه الاجنبيه في المرحله الاعداديه. انا مع انصار الفكره دي، ولكن بضم صوتي للتعديل ده يشمل النوعيتين، المدارس الرسميه لغات والمدارس الخاصه لغات. يا حضرتك شايف انه كمان المدارس الخاصه لازم تقوم بالتعريب؟ تمام. طيب لو احنا بنتكلم عن انه متطلبات المرحله دلوقتي، انه يعني عشان الطالب يبقى مؤهل لمرحله تعليميه جامعيه وبالتالي يدخل سوق العمل، لازم ان هو يكتسب لغه جديده، دي حلها ازاي مع الحفاظ على هويتنا؟ شايف الحل الامثل ليها ازاي؟ احنا الهويه بتاعتنا بتنحصر في 4 مواد دراسيه، سواء امريكان او اي جي او تجريبيات، لازم الطالب يدرسهم، وهم ثابتين عند جميع المراحل، وهي اللغه العربيه، التربيه الوطنيه والقوميه، التربيه الدينيه. مجموعه المواد دي اساسيه وجميع المدارس بيدرسها. يبقى انا ما جيتش عند الهويه خالص. انا القضيه عندي كان عندي مشكله، انت بدل ما تحل المشكله حلتها بمشكله اغرب. يعني انا جاي بحل مشكله هنمتحن بالعرب ولا بالانجليزي، تقوم تلغيها؟ طيب لما نجرب التعليم اللي حضرتك بتقترحه وينجح ويظهر كرامات في هذه الحاله نعمم، انما تجربه ناجحه والكل سعيد بيها، ننتظر لما التطوير ده ينجح ونبقى نعممه عليه، ولا قبل ما نبدا تجريب من اصله؟ طب ازاي كان يجرب الاول قبل ما يقوم بتعليم؟ احنا عندنا دلوقتي تطوير للكي جي 1 وكي جي 2 اولى ابتدائي، هنبدا نجرب فيه التطوير التعليمي الجديد اللي هيتم اللي بيقترحها معالي الوزير. تمام. هنختبر خلال العام والعامين مدى نجاح الفكره. تمام. نجحت واثبتت كفاءتها، خلاص نخلي التجربيات زيها، انما انا لسه ما جربتش. وانا وجهه نظري 95% تفشل. ليه؟ يبقى انا فشلت الاثنين. ليه شايف انه هيبقى مصيرها الفشل؟ هل اولياء الامور هيبعدوا عن المدارس التجريبيه؟ اولياء الامور، احنا انا بكلمك كولي امر، انا القضيه عندي شخص واحد بس هو اللي ينجح المنظومه وهو اللي يوقعها. المعلم. شخص واحد بس. المعلم. المعلم. طبعا. انا استاذ في كليه التربيه، ودول طلابي ومعايا ليل ونهار، واعرف كل حياتهم الخاصه وما يدور بداخلها. وقابلت طلابي دول، طلابي اللي انتوا بتقولوا مش ناجحين هنا، المدرسين دول لما قابلتهم في السعودية كنت بديهم تدريب في أحد المدارس الخاصة، مبدعين. ولما ابننا ده اللي هو مش ناجح، اللي انتوا بتقولوا مش ناجح ده، لما بيجي له تعاقد مع مدرسة خاصة هو نفس المعلم، بيبقى إبداع. يبقى العيب مش في إعداده، هو عنده القدرات، ولكن هو محبط، بدليل انه نجح بره مصر
ونجح لما راح التعليم الخاص. المعلم غاية في الإحباط، كل المجتمع مصور صورة، بس في ناس شايفة أنه هو يعني بيتحايل على ظروفه المادية بدروس الخصوصية العبء الأكبر على أولاً الأسرة. نسبة من يعطوا، ودي نفسي إحصائيات الوزارة تعملها، اللي بيدوا كم دروس كبير ما يزيدوش عن 13%، وفي تاني 17% الحد الطبيعي للدروس بيعيش بيها. أما الباقيين مواد الدراسية بتاعتهم ما بتديش دروس، وهم ما بيدوش دروس. وبسهولة إحنا قادرين نوقف هذا الموضوع، موضوع الدروس ده، ونرجع زي زمان. ولكن أنا برضو بتكلم كدولة أنا ملم بظروفها المالية، عاوز أعمل تطوير أحسن في مستوى معلم بالتدريج، وهو المعلم ما عندوش مانع أن يبقى عارفنا على 3 أو 4 سنين وضعه المالي هيتطور. أنا أقل راتب معلم أعتقد على مستوى العالم، ما أعرفش الإحصائية دي، يعني ده مش راتب معلم. لما ابني دفعتي أنا اللي متخرج سنة 93، يعني ليه كتير دلوقتي في التعليم، مرتبه 2400 جنيه، كل دخله 2400 جنيه، ليس له دخل آخر. يعمل ايه؟ يكمل شهره منين؟ وفي الوقت نفسه أنا مش بطالب إن الزيادة بتاع المعلمين تبقى بالتساوي للكل، لا، اديني شغل أديك زيادة. لأن احنا كان عندنا تجربة في 2007 لما ادينا الكادر وزودنا جميع المعلمين، مفيش تطوير حصل. صحيح، في روبريكس ومعايير بتتحط، معلم ما بيديش دروس خصوصية، طلابه بيتعلموا منه كويس، بيقدر يوصل المعلومة. مين اللي بيبقى مسؤول عن التقييم ده؟ المدرسة نفسها؟ الكل بيشارك في هذا التقييم للمعلم، بحيث انه بيتم بطريقة موضوعية، ما بيديش الفرصة للمدير بتاعه ان هو اللي يتحكم فيه. الموجه بتاعه ليه رأي، المدير ليه رأي، قيادات الإدارة ليها رأي، مشاكله اللي بتحصل منه، أولياء الأمور ليهم رأي. كل هذا الرأي حدد المدرس ده يزيد 50%، يزيد 30%، يزيد 100%، يزيد 200%، يبقى أنا بدأت أخد إنتاج. هل هو عنده تنمية مهنية ولا ما عندوش؟ يبقى أنا ربطت زيادة في هذه الحالة، تمام، بالمنهج الحالي، بدون ما تغيري، وبدون ما تجيبي تابلت، وبدون ما تعملي الثانوية العامة 3 سنين. أنا متأكد من اللي يحصل في المدارس، وبدون ما تزود انضباط والتزام في المدارس أكتر في رأيك؟ طبعا. طب رأي حضرتك يا أستاذ يسر، بما أنه يعني إحنا بنتكلم عن تطوير منظومة التعليم بدون يعني التطرق لحال المعلم، يعني سيادة النائب شاف أنه طالما أن المعلم يعني في نفس الوضع المتدني فيما يتعلق بالأجور والمرتبات، لن تحدث يعني تغيير أو تطوير في العملية التعليمية؟ طبعا محور مهم جدا المحور المالي، محور شائك كمان. المعلم عشان أرجعه يؤمن بالرسالة، ما ينفعش يبقى هو محتاج، وما ينفعش يبقى هو جعان، وما ينفعش يبقى هو مش لابس كويس، ما ينفعش ان هو ما بيعرفش يأدي بقية شهره ازاي، وبعدين بطلب منه تطوير. فالتطوير اللي موجود تطوير جميل وهدفه كويس طبعا، فكر موجود من أفكاره والفلسفات اللي موجودة، ولكن أنا مع بضم صوتي لصوت الدكتور في ان لازم المحور المالي يتعالج. طيب احنا هنا واحنا بنتكلم عن التابلت اللي هيبقى حلقه الوصل ما بين المعلم والطالب وفقا لتطوير هذا، يعني التطوير اللي قاله الوزير، في معلمين خلينا نقول هم مش قادرين على التعامل مع هذه التقنيه نتيجه لمثلا امكانيات متواضعه، ده هيتم حله ازاي؟ وهيتم تدريب هؤلاء المعلمين ازاي؟ دي نقطه كمان مهمه، المعلم المؤهل القادر على التعامل بالتكنولوجيا. تمام. مرحليا المفروض ان يبقى في كوادر بتتدرب الاول على المنظومه دي، وبعدين المفروض ما دام خلاص شرعت الوزاره انها تنفذ الكلام ده بدءا من العام الجديد، يبقى المفروض في خلال الاجازه الصيفيه القادمه يبقى عندنا برنامج تدريبي متكامل على مستوى الجمهوريه، بما انه هيتم تطبيقه في 2019 يعني. تمام. زي ما قال الوزير. تمام. في نقطه كمان مهمه عايزين نشير اليها، خاصه في اللبس المتعلق بالمدارس التجريبيه، انه النظام ده هيطور على الطلاب الجدد اللي هينضموا من 2019، مظبوط يا سياده النائب؟ مش إن الحاليين ان شاء الله مش هيتطبق خالص. حضرتك شايف انه مش هيتطبق؟ طب البرلمان هل ناوي انه هو أتوقع أنه يعني مش يقف امام هذا القانون؟ لا انا ما اقدرش اتكلم باسم البرلمان، انا بتكلم حاليا بشخصي. طب على لجنه التعليم والبحث العلمي، احنا منتظرين إيه؟ احنا منتظرين من معالي الوزير، احنا طلبنا منه كل الداتا عن الموضوع، كل اللي جالنا كلام البنك الدولي. ولسه كنت في تليفون مع الدكتور جمال شيحه رئيس لجنه التعليم، قال احنا في انتظار الورق اللي طالبينه منه عشان ندرسه، ما جالناش ورق لسه.
احنا عاوزين ندرس الموضوع عشان نقول رأينا ونعمل مشاركتنا المجتمعية مع الجميع عشان نقول رأينا. في حاجة مهمة فيما يخص الثانوية العامة عشان برضو هدي أولياء الأمور. حضرتك ما اتكلمتش في النقطة دي. اتفضل. أنا عندي قانون 20 لسنة 2012 بأن الثانوية العامة بقت سنة واحدة. عشان يعمل التطوير المطلوب أن على 3 سنين مطلوب تعديل هذا القانون. هنعدله أنت. إحنا أجازتنا البرلمانية بعد رمضان. هيلحق يجي لنا الأسبوع ده؟ وفي حاجة أهم، أنا عندي قانون مرتبط بيه تاني، وهو قانون تطوير التعليم قبل الجامعي. القانون ده كان عمله الدكتور هلال الشربيني، وكان عمل تحسين للأجور للمعلمين وعمل لهم وضع أدبي ومادي. وهذا القانون لما جاء الدكتور طارق شوقي سحبه من البرلمان وسحبه من لجنة التعليم، وقال إن التطوير اللي هو يعمله مش مناسب مع هذا القانون اللي عمله الدكتور هلال الشربيني. وكان وعدنا ان هذا التطوير يجي بعد رمضان، بس هو نسي يقول لنا رمضان اللي فات ولا اللي جاي. ما حصلش يعني التواصل اللي حضرتك كنت تعمله حتى تاريخه مع اللجنه. لازم القانون ده يجي لان هو هيمثل له النهج اللي هو عاوز يطور بيه. هل هنلحق نعمل قانون جديد للثانويه العامه خلال العشر ايام اللي قبل رمضان او في شهر رمضان، وهنلحق انه يكون جاهز للتطبيق قبل 1/9؟ انا اتوقع حضرتك تشك في انه ده ممكن، اذا كان هو لسه ما اتكتبش اصلا. معقوله يقدروا يعمل قانون في 12 يوم؟ يبقى نطبق السنه دي ازاي؟ احنا دوله القانون، هو كل واحد تطلع في دماغه فكره هوب. شايف التطبيق هيتم ولا صعب زي ما سياده النائب قال وفقا للمواعيد يعني المتعلقه بالبرلمان والاجازه الثانويه؟ برضو انا بسمع سياده الوزير كنقطه اتخاذ قرار بيتكلم بكل ثقة، متخيل ان هو اكيد واخد اتصالاته مع كل القنوات الشرعية، يعني بيتكلم على ان الكلام ده بدءا من العام الدراسي القادم. العام الدراسي القادم حضرتك شايف بناء على ثقة الوزير انه ده سيتم تطبيقه من عام 2019؟ تمام. طيب اذا ما تم تطبيقه يعني شايف انه يعني قبل كده كان في حلول؟ يعني يمكن انا قلت في البدايه انه دايما كنا متعودين انه تغيير نظام التعليم بيكون في المرحله الثانويه بما ان هي الاكثر جدلا وهي اللي بتحسم مستقبل الطالب، لما كانت الفكره بتفشل كنا بنعود للنظام القديم. لو حصل ده يعني طبق النظام ده ولقابل عقبات، شايف انه هيبقى سهل نرجع للنظام القديم؟ احنا عندنا اقتراح بسيط جدا. احنا البنك الدولي فرض علينا المشروع ده في 5 سنين. انا ليه اطبق في ثانوي؟ ما نجرب في اعدادي. ولو انه المفروض ان احنا نمشي مع اولى ابتدائي دول وكل التطوير يشملهم طبعا، ومع ذلك حرصا ان البنك الدولي حضرتك بتقول اللي هو المجموع التراكمي. أيوة. مرحله كامله المجموع التراكمي ده في الاعداديه مش في الثانويه. ليه انا مستعجل؟ اولا هو اكيد هيبقى فيه سلبيات كتيره جدا، والتابلت هيبقى فيه مشاكل كبيره جدا. هنجيب شبكه نت منين لكل ده؟ التابلت لما يبوظ الصيانه بتاعته؟ طيب مدي لنفسي هدنه 3 سنين واخد اللي داخل اولى اعدادي، نجرب مع اولى اعدادي نعرف عيوبه ومميزاته، معانا تاني اعدادي معانا تالت اعدادي عرفنا عيوبه ومميزاته، يبقى اللي داخل ثانوي نبدا نطبق عليه. هو المفترض ان نظام الامتحانات نفسه بعد يعني اقرار نظام التابلت ده هيكون مختلف، يعني شكل الامتحان هيكون مختلف في الثانويه العامه؟ أقصد هو ببساطه يبقى حوالي 12 امتحان على مدار ال3 سنين. تلميذ غلبان لا حول له ولا قوة هيتعذب 3 سنين، هبعده عن المجتمع كله. شايفه عذاب 3 سنين؟ هيبدأ دروس من شهر 8، يخلص في 6، أسرة غلبانة جنبه لا هتصيف ولا هتطلع من بيتها. ويفضلوا محبوسين. دي نظرة حضرتك للتطوير؟ قاعدين طول النهار يدعوا له يا رب الكيمياء يجيب فيها الدرجة النهائية، يا رب الرياضة عشان يلحق هندسة. طيب الكلام يعني اللي بيتم فيه شرح يعني أهداف هذا التطوير إنه التابلت هو اللي هيبقى همزة الوصل أو شكل التواصل بين الطالب والمعلم، هيكون في امتحانات تقييم، هيكون في أسئلة مبنية على الفهم مش الحفظ، كل الكلام ده شايف إن هو مش هيتحقق؟ أو مش هي يعني بيخفف من وطأة الثانوية شوية؟ أي منهج في الدنيا ليه 4 عناصر: أهداف ومحتوى ووسائل تعليمية وطرق تدريس وتقويم. تمام.
أنا سبت ثلاثة ومسكت النقطة واحدة بتاع التقويم بس. التقويم اللي هو المعدل التراكمي اللي هو الامتحان بتاعه. الامتحان. لن تغيرت أهداف ولن تغيرت محتوى، فين كتب أولى ثانوي الجديدة اللي هيبدأوا فيها؟ ولن تغيرت طرق تدريس جديدة هنشرح بيها في ثانوي. أنت كل اللي عملته إنك غيرت الامتحان. أي تطوير في العالم لازم الأربعة يتطوروا مع بعض. حط أهدافي، إيه أهدافي من التطوير ده؟ كل عملية أهدافي نظام امتحان من وجهة نظره إنه هيقلل الدروس؟ لا، عن ثقة هتضعف الدروس ثلاث أضعاف على الثلاث سنين. طبعا أنا ما عنديش أعز من ولادي وهديله، بس واد غلبان هيبعد عن المجتمع ثلاث سنين، حرام. إذا كان هو النظام اتلغى لما كان سنتين، هم ليه عملوا القانون بتاع 2012؟ كانت ثانوية عامة على سنتين، على سنتين تانية وتالتة، الأسرة ما استحملتش والطالب ما استحملش فعملوها على سنة. قوم آني ما استفيدش من التجربة دي وعملها على تلاتة. حضرتك شايف انه يعني او بتعارض يعني فكرة التطوير لانه مش بيحقق الهدف منه بالشكل اللي تم الإعلان به من قبل وزارة التربية والتعليم، شايفه مش بيحقق الهدف منه لمصلحة الطالب او لمصلحة حتى اولياء الامور. ايه الجديد اللي قدمه؟ نظام امتحان. ليك تعقيب اخير يا استاذ يسري؟ كان نفسي زي ما قلت لحضرتك ان الموضوع يبقى فيه مشاركه مع اصحاب التنفيذ المعلمين، مع الموجهين، مع الموجهين الاوائل، ما تبقاش هم النقطه الاخيره دايما في اتخاذ اي قرار. ده اللي حصل بالفعل، ان القرار اخذ في الغرف المغلقه داخل الوزاره. طبعا اساتذتنا كلهم، اساتذه التربيه، ما فيش اعتراض على اللي خدوا القرار، ولكن اي قرار عشان يعني ينال النجاح لازم يبقى فيه مشاركه مع اصحاب التنفيذ. اللي هو طبعا اهم عنصر عناصر التنفيذ اللي هو المعلم. وطول ما زي ما دكتور قال المحاور الثلاثه الاولانيه، المحتوى المنهجي ما اتغيرش، طريقه التدريس ما جبناش سيره عنها، احنا بنتكلم عن وسيله ولكن ما قلناش الطريقه، الوسيله التابلت. التابلت والشبكه والاونلاين وعليها صعوبات. التابلت برضه صيانته هتبقى ازاي؟ التعامل اللي هيبقى ازاي؟ تدريب الناس عليه زي ما قلنا قبل كده. كل ده ما حصلش الكلام عليه، ولكن سمعنا القرار. احنا مش ضده، ولكن الكيفيه ازاي؟ في الفتره الوجيزه الصغيره اللي قبل العام الدراسي ما يجي. تمام، انا بشكركم شكرا جزيلا، استاذ يسري عبد الرحمن خبير التنميه البشريه بوزاره التربيه والتعليم، نائب دكتور عبد الرحمن محمد عضو لجنه التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب. يعني قدمت وجهات نظر حضراتكم واعتقد انها معبره. وفي بس جمله عن وجهه نظر يعني جمله اخيره بس مش اكتر. انا عندي لازمه كلاميه عاوزها تتغير عند الوزير. مفيش جلسه لازمه كلاميه بتتكرر اكتر من 3-4 مرات. الرئيس. لا احنا الرئيس. ما لناش علاقه بالوزير يعني او لزماته. ليه تدخل موضوع في اتجاه هو آخر. عرضه المنظومة التطوير احنا بنناقشها وبنناقش الاعتراضات عليها. انت لما تعرض منظومه بتعرض كوزير ليه تحط اللازمه الكلمه دي في كل حوارك؟ ده تحفظ حضرتك يعني مش عارف. فيما يتعلق بوزير التربيه والتعليم احنا اللي بيعنينا لا شخص ولا لزماته، احنا بيعنينا ما قدمه من تطوير لمنظومه التعليم. لقت جدل واراء معارضه فاحنا عرضنا هذه الآراء، حضراتكم عرضتوها وأعتقد أنها معبرة بشكل كبير عن آراء أولياء الأمور. أشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معنا، ومشاهدينا لسه مستمرين معاكم في برنامج من القاهرة الحوار القادم، حوار اقتصادي، المدلولات والمؤشرات لارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 44 مليار دولار.